معي من برلين عبر الهاتف وليد أبو الحسن، خبير العسكري والاستراتيجي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد وليد. ماذا يحدث في إدلب، وإلى أي مدى ما تحدثنا عنه ممكن أن يحدث، خاصة بأن القاعدة هناك وبأنه هي مفروض عدو لداعش؟ أولا، القاعدة لم تكن في يوم من الأيام عدو لداعش. القاعدة وداعش وجهان لعملة واحدة. عندما كانت داعش تقاتل فصائل الجيش الحر في الرقة في عام 2012، من كتائب الفاروق إلى كتائب أحفاد الرسول، الفصائل المنضوية تحت الجيش الحر، كانت مقرات النصرة والقاعدة إلى جانب داعش، ولم تقم بمؤازرة تلك الفصائل أو أن تقف أن تقوم بالتحكيم أو أن تقف على الحياد، حتى هي كانت تسهل لداعش قتال فصائل الجيش الحر. الخلاف يحدث ما بين داعش والنصرة عندما يصبح الخلاف فيما بينهم على الأموال، على السلطة، على السيطرة، على المناطق المحررة. لا يمكن القضاء على داعش بوجود القاعدة. القاعدة هي ربيب داعش، وداعش خرجت من حضن القاعدة، والنصرة خرجت من حضن داعش من العراق، وبالتالي لا يمكن القضاء على داعش بوجود القاعدة. لا بد من القضاء على القاعدة. إذا أردنا أن نقضي على داعش لا بد من القضاء على القاعدة. والدليل في محافظة إدلب اليوم، في محافظة إدلب الجولاني يهاجم البلدات المحررة بعناصر داعش. معظم العناصر التي تقاتل مع الجولاني اليوم هم عناصر داعش. في فترة من الفترات حدث خلاف ما بين القاعدة وجبهة النصرة مع فصائل داعش، كما أسلفت، بسبب الخلاف على الأموال والسلطة والسيطرة على بعض المناطق وخلافات إيديولوجية بسيطة. لكن عندما بدأ قتالهم مع الفصائل، الجولاني قام بإخراج كل تلك العناصر الإرهابية من سجنه، والعناصر التي التحقت فيه مؤخرا من ريف حماة الجنوبي كلهم اليوم يقاتلوا فصائل الجيش الحر. فما هو وجه الخلاف ما بين داعش والقاعدة؟ داعش والقاعدة، أعيد وأكرر، هما وجهان لعملة واحدة. طيب، لا يفرق بينهم إلا الأموال والسلطة فقط. طيب، بالتسلل داعش لإدلب، من سمح به أو سهل هذا؟ في المرصد السوري كان تحدث عن مساعدة، عن فتح ممرات، تأمين ممرات سمح لداعش بتوجه لإدلب من قبل النظام. كان داعش كانت موجودة في عدة من القرى بشكل جيد في الريف الجنوبي الشرقي من إدلب، محاصرة بشكل كامل من النظام. النظام فتح لها طريق باتجاه الشمال. الوجهة التي كانت ترابط على تلك المنطقة التي أرادت داعش الخروج منها هي القاعدة، جبهة النصرة. وبالتالي القاعدة جبهة النصرة لم تقاتلهم، تقول نحن قاتلناهم، ولكن هي قامت بالتنسيق معهم والتحمت قوات داعش مع قوات النصرة. اليوم النصرة معظم، أعيد وأكرر، معظم مقاتلين النصرة هم من مقاتلين داعش. النظام سهل داعش مرحلة، والنصرة قامت بتسهيل، النظام قام بتسهيل العبور أثناء ما كانوا في مناطق خاضعة للنظام، والنصرة قامت بتسهيل العبور والاندماج في المناطق المحررة التي للنصرة ثقل فيها حقيقة. أنا أشكرك جزيلا من برلين، عناصر داعش. واضح الفكرة، وشكرا لهذه المعلومات القيمة جدا حقيقة. اعذرني، انتهى وقت الاتصال. عبر الهاتف وليد أبو الحسن، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.